ابني لا يصلي في المسجد بحجة أنه بعيد وهو لا يبعد عن 3 دقائق بالسيارة، هل صلاته صحيحة في البيت؟ صلاته صحيحة في البيت، ولكنه فوت على نفسه الأجر ولحقه بعض الإثم لكونه ترك واجبا شرعيا، لكن الصلاة صحيحة ومجزية وتبرأ ذمته من جهة أصل الصلاة، ولكن عليه إثم في كونه يترك الجماعة وقد أمر الله جل وعلا بها. ولذلك نوصي أختنا عزيزة بأن تقوم بنصحه وإرشاده، ولا شك أن من يصلي في المسجد يحوز على أجور عظيمة، من أولها أن صلاة الإنسان مع الجماعة في المسجد يخشع بها يطمئن قلبه فيها، ويكون من أسباب تواصله مع جماعة المسجد، هذا مسلم وهذا سائل وهذا مطمئن. وكذلك أيضا ذهاب الإنسان إلى المسجد يحسب له كل خطوة يمشيها بحسنة وتمحى عنه سيئة، وإذا صلى الإنسان وانتظر فإن الملائكة تدعو له ما دام في مصلاة، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ولذلك فالوصية للجميع بأن يحرصوا على أداء الصلوات في المساجد، وقد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. سؤالها الآخر يا شيخ، تسأل حكم تأخير الصلاة عن وقتها أحيانا قد تفوتها الوقت. يجب على الإنسان أن يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المقدر شرعا. فصلاة الفجر ابتداء وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى صيرورة ظل كل شيء مثله، ووقت العصر من ذلك إلى اصفرار الشمس، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى ظهور الشفق، ووقت العشاء بعد ذلك إلى منتصف الليل. فهذه هي أوقات الصلوات، يجب على الإنسان أن يحافظ عليها. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.